لا ما حب اسلم حب يا طويل العمر استاذ مقدس هذا احمد امري نسيته يا طويل عمرك هذا ولد انا هذاك حب قال يا طويل العمر استاذ مقدس ما تقطع نفسك بفهم قال انا يا طويل العمر وما يسمع يقول عند خواله انت هذا الولد عند خواله ما تدري وينه ولا هي بعيدة المسافة انت عديتها لكن هي معروفة ذي عند هذا الجنوب الشاهد يطول العمر والسلامة على الروايات اللي يروون هناك عندنا انا حفظ قصص بعض الاحيان يقول يطول العمر هذا الولد عندها له عند خواله لا والله انه جيد ان جاء يطول العمر والسلامة في مسابق فاز ان جاء في شيء على ما قال خذ الاول ان جاء في محل رجل فارق حتى في رابعه وفي ناجح في كل شيء ما الله الشاهد الكلام قام يطلع عمر السلام هو يعيرونه عيالنا معه روح روح ما تدري وين ابوك ما تدري وين ابوك ولا ما تدري وين ابوك ولا ربي يمديك ايه من قهر ما تدري وين الله قالك ايه ما تدري المهم طال عمرك وهو يعود سمع السالفه ذي اكثر من مره كان حزت في خاطري ويرجع يطلع عمر السلام يهب قدر كبير ويهول فيه يطلع عمر السلام ماء حار قدر كبير ويروح يفاجئ امه يوم فاجئ امه يقابلها يوم قابلها قال علمني من ابوي ولا طلبت عمري في ايش اسمه الجدر فالجدر ذا يا رجال هي ما تبيها لانه جايين بينها وبين خوالها من اول مشاكل وجالي من الدير مكامخ ايه جالي من الديره هم من ذا الكلام الشاهد يطول العمر قالت ابوك الا انت معرب وجدك فلان وابوك فلان هي ما ودها تعلم عشان ما يروح منها ما ودها تعلم ان ماها يروح لابوه بيخليها صح هذا كل اللي بيبوه حتى لو كنت معك كنت بيبوك بعد الوكاد وهو يطلع بسلامة يركب على خيل عنده يروح يطلع بسلامة يتنشد لو والله انه في ديرة ابوه لي والله انه على ما قال يقسم على العيال الصغار مثل ما تقول يتجلس ويجلس ويتبطع وذا قال شموه بطيحة ايه انت عرفتها انت يا الولد انت يا بطيحة قال بطيحان لا كل مره يطير لان من المغرب طيحان يتبطع عرفت ما يشوفون شيء ايه هو مغر له حاجرينه له هي له مغزن ولا علم انت يا بطيحان قال كل ما ذا شوف استحقره يوم جاء ذاك اليوم يا والله انبوه يطلع من سلامة غازين هالريقي في محل ماخذين الحلال هذا بعض الريقين الله يقنوا ياكم شر يسوي نفسه ينطح العظم ذا وهو ينخش ويقول ان انا اللي سويته فعلت ياخذها مرتين برده ان كان جاء خير قال انا اللي سويته وان كان جاء شر قال والله ما ندري من اللي حصل ولا ندري من اللي جاء ايه انا ندري انا كان يطلع السلامة هو ياخذ يطلع السلامة لكن بالشيطان الخيل خيل ابوه هو راح لابوه على ما قال درهم لين جابوه ما الخيل خذا خيل ابوه انت يبطحها الو كاد لا والله انا مرت ابوه في جسمه في البيت في بيت الشعر وذن الكلام قال حرب عطوني الخيل انا اللي بروح ارد الريضه يقوله اي قالت المره لا يا بطيحان انت اللي بترد ما تبدا اسم لا والله ابوه ورا قال الا عطوه الخيل الفلانيه وما يدري هو انه ولده عطوه الخيل الفلانيه وعطوه عجوه التمر تمر ثنا قال الرجال قال بيض الله وجهك خذ شمس العجوه تروح شمس الريقي اجلس يروح يعطي شمس الريقي هم خذ هذا لي هم خذ هذا لي وربعي يا ربعي ما خذ هذا لي يطلع من السلامه تم قوم هم خذ الريقين رايح انقر كفه الوحده بكفي كفه الوحده بكفي الرجال ها استاه انت ما يزعلك كفه وصدق يعني الرجال يعني هذه من علامه الرجال كل ما اخذ من رجال ولا ذبح على رجال ولا لا
رد لله يطلب سلامة سيفه وطبع يطلع عمره سلامة بدم الرجل بيدها الوحدة في الصفا الكف الوحدة في الصفا اسمع الحيود الكبار حيود الصفر طبع بطبع بطبع وعود هاي مشامو هاي مشامو يطلب سلامة الرجال مع الرجال انت يا ربع الرجال ربع ابوه اللي معه معه اللي راح جلال الدير تبني رجعوا للشيخ يا مشاب ذبح الرجل قال خلنا نكسب عند الشيخ العلم الغالب عند انا اللي ذبح الرجل وعن اللي يطلب سلامة بيض الله وجهنا ولا قصرنا ولا ولا يا معود الرجل يا شباب بيض الله وجهك حنا اللي ذبحنا يا شيخ ذبحنا يا طويل العمر وذبحنا الرجل وردنا ردنا الحلال والله العظيم والله العظيم من ام لمزوم ولا جوم لكن كسبوا عند رنافي صلح كسبوا قال الرجال لا والله هندا قال جلس جلس الرجل بيض الله يجيك من الكلام شوية والله هندا ولده ما يدري ولده يا شيخ هو يدري انه ابوه يقدر تنشد وقدر انه ابوه بس ابوه ما يدري انه ولده قال لا فيه شيء هنا في كتفه انت يا الولد ما ادري ايش اللي في كتفه علامته في كتفه شامه الوكاد قال يا شيخ حنا ذبحت الرياجيل وكذا 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 ورديت واركب معي قال لا قال لا قال قال كبا فوق ايش اسمه فوق الخيل اردف ايه قال يا طيب السلامة انا اعطيك اياها بشكل عشان اعطيها في المجتمع يفهم على الكلام يفهم عرفت واحد انه اركب خيلك وش اركب ايه شغل قال لك سؤال مال انت معنا ذاك الو كذا طلع عمر السلامة والله لا تعرف كيف صار عشان ما انسى شيء منها اي شاهد كلمة السلامة هذا الشاب على الخيل خذها من راح يا راح هذا شامت والله ان ابوه يتعينه منه اي راكب الغمر تيوه يا ريق كتبه كذا والله انه مو هو غريب علي هو غريب علي قال والله اني رديتها وانا ابن فلان يعتزي بعجوة ابوه اخ محمد اشكوك اصبر يا رجل ركزوا قال وانا ابن فلان يقول هو قال وانا ابن فلان شوي ليش شايب الشايب كان شوفه بلبله يوم قال انا ابن فلان دار ان هولد قال ليه يا فتق الله انطلق شوفه شوي قال ايش المريت انك قال يا شيخ انا ذبحت الريق قال وش المريت انك ذبحت الريق انت وش المارية يعني وش العلامة اللي ذبحت الريقي؟ قال المارية يا طويل العمر عن الصفات عن كيف كفي قايس كفوف الريقيل إن كانها مثل كفي فهم اللي ذبحوا الريقيل وإن كان إنهم ما كفوفهم أقل من كفي فأنا اللي ذبحت الريقيل راح الريقيل الاثنين مرة اللي جوا هذا ذبح ذبحنا كذا كذا أبيدك يا ما أبيد يعني هبيدك على ربي يا رجال خلنا مقاطعتنا الله يسلط على ديك عزم هبيدك على يا ما بلا والله عدوك ولا بحريد الرجال ولا قال اي والله وانا ابن فلا ذبحتهم انا والله ابن فلا والله اليوم الاول شاتم سلامتهم قال اي والله وانا ابوك وارحب هم يطلعون سلامة رحب هم لما انطلق شوف الشايب هم يطلعون سلامة اليوم رد حلال ابوه هم يطول عمر السلامة جمع يضف أبوه جلس يضف أبوه يطول سلامة وجرى من عند خواه أكتب قصص سلام هذه من السوالف طال عمرك اللي قد سمعناها يا طول عمر وحبيت إن شاء الله نعطيك مياها باللهجة المعروفة اللي من عندنا ولذا ويوم أقول ما يدهرك معنا تعرف بعض الناس يقول ما يدري وش يعني أركب سلام جالس اضطرت تقول جلاء هذا يوم يقول علي في رجال خلي عليك قبل الرجال في رجال قبله خلي بعديك صيد هذا اقصر والله اقصر والله يلا انا قصتي ما عشان على وزن ايوه هو نفس الوزن هذا يقول شجاع والله الجليل رجال اسمع